معنى شطط في سورة الجن. سورة الجن من سور المفصل، ويطلق عليها أيضا اسم سورة قل أوحي إلي، وذلك بسبب افتتاحها بهذه الآية. ويتوقف الكثير من المسلمين عند كلمة شطط التي ذكرت في القرآن الكريم وفي الآيات الأولى من سورة الجن تحديدا. لذلك من المهم أن يتعرف المسلم على معنى شطط في سورة الجن إضافة إلى معناها في المواطن الأخرى من سور القرآن الكريم. سورة الجن من السور المكية التي نزلت في السنة العاشرة من البعثة والسنة الثالثة قبل الهجرة، وترتيبها 44 في نزول السور. وقد نزلت قبل سورة ياسين وبعد سورة الأعراف، وعدد آياتها 28 آية. وقبل الخوض في بيان معنى شطط في سورة الجن، لابد من الإشارة إلى عدد مرات ورود كلمة شطط في القرآن الكريم. فهذه الكلمة لم تذكر فقط في سورة الجن، وإنما ذكرت في مواطن عديدة. ومن هذه المواطن التي ذكرت فيها هذه الكلمة وردت في سورة الكهف، كما وردت في سورة صا، وكذلك وردت في سورة الجن. وردت كلمة شطط في سورة الجن بالآية الرابعة من السورة، حيث قال الله تعالى: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. والسفه معروف على أنه خفة العقل، وكذلك معنى الشطط هو مجاوزة الحد في الأمر مثل الظلم والطغيان. وهنا جاءت بمعنى أن قول السفيه هو بحد ذاته مجاوزة في الحد. وقد أشار أهل العلم أن الشطط في النفي أو الإثبات هو أمر مذموم في كلتا الحالتين. فالشطط في النفي يؤدي إلى التعطيل، وفي الإثبات يؤدي إلى التشبيه، والله ورسوله أعلم.